جيل الا من رحم ربي، الفقر والقبيحه. علاش يعجبني؟ عنده طموح، عنده قلب، تنجم تكمل معاه. اما انسان فاشل ما عندك ما توصل معاه. اغلب بنات تونسي يحبوا يرتبطوا ويحبوا يعرسوا ويحبوا يتهناوا. بار كونتر الرجال توا يحب يعرف 17 من بعد ياخذ اللي عندها الفلوس ولا اللي عندها الاوراق ولا اللي عندها خدمه باش تعاونوا على هم المستقبل ولا بلا بلا بلا. نعرف 17 في النهار ونحب نحسي وحده بركه باش نطلع منهم بنيه نقلبها بها ورجله، والله الا نلقاه. هو زويل باهي، اما عنده مشكله اللي هو قالك تتواج، كل بنيه تتقلق على التتواج اللي عامله. مش تتقلق هي خاطر الحاكم، خاطر الحاكم ديما يوقفوا. شد حبس قبلش فهمت، اما توا تبع التاب وجو به على الاخر. تقبل تخوه هكا ولا نقبل؟ هاي تقبلي انت تاخذوني سير تقبلي. اما يبدا يخدم، معناتها عنده خدمه. هاي بدات تتلكش من تو. اي مالا باش سامح لي بتي خبت الناس وانت بطال. ما ونتفاهم ممكن باش نخدم كيفاش نعمل باش تشرش من تو. ليه لازمك تخدم؟ كلامها صحيح. شوف ما شاء الله انت قلت تقول لي تخدم خي، نحن قاعدين ما نقعد نعمل طالع يا بنت الناس. انا راني بطال. لحظه باش تكون بنت حلال يلزمها تاخذ واحد ريقد في الدار ياخذ في مصروفه من عند امه وما عندوش طموح، ما كانش تولي بنت حرام. وحتى كان رضات به، سامحني حتى كان رضات به تضرب معاه 6 سنين 7 سنين بعد يقولها سامحني امي قالت لي ما تاخذهاش. بنت خالتي تعرفت عليها، ولا واحده تعرفت عليها عندها شهرين عندها الفلوس، ولا سامحني تعرفت على قاوريه شايبه باش نعرف بها ونعرق. وقتها شكون ساقط؟ هو بتبيع الساقط. في تونس اغلب الرجال الا من رحم ربي، الفقر والقبيحه. كم اللي قعدوا؟ الرجال اللي قعدوا، خاطر قعدوا من 20% خاطر الشر مات في البحر والشر مشى للرياب والشر حرق فهمني والشر مرض. قعد كان شويه شياب وشويه يجي ناس، شويه يجي ناس يقعدوا لهنا قاعدين يحبوا يقلبوا، مناش يحبوا يقلبوا على بنت بلاده اللي حقرته اللي ما حبش ياخذوا عليك كذا. نعطيك حاجه، الطفله تحب الرجال، اش معناتها؟ كي يجيها نو سامحني كي راك تراه هو رجال يخدم عليها الليل والنهار، هذاك مقدر، هذاك شنو قدر. اما باش تراه واحد كيما هكا قاعد يقول الله غالب ما فماش خدمه، الله غالب ما نخدمش بكذا، تحقروا. خاطر اللي عنده قلب، اللي عنده قلب يوصل. هكا انت كنت تحكي لي على الكلام هذايا في طفله قلت لي تلبس ودرشني، هاي ما شاء الله عليها مستوره وبيضه. بلاش تقول معايا في بنايا، لحظه. انا تخطبت لواحد زوالي كان عنده طموح، اوكي ما صارش مكتوب فيه الخير ربي يبارك فيه، وتخطبت زاده كذلك تقدم لي لمحال الانسان لاباس عليه، اما جيعان جيعان جيعان. ما تنجمش تاخذ واحد لاباس عليه، لاباس عليه المجرد اللي هو لاباس عليه، خاطر كيك تولي بيعه وشروه. تولي بيعه وشروه، تولي عباد، تولي حد شيء يعني. اما لما نكروش زاده اللي الانسان ينجم يكون متوازن، باش تقول هكا الحب ما نعرفش شنيا ويكفي في الاخر ما كيفش تعشى حب. هي هو كلامك هذا يعجبني انا، علاش يعجبني؟ عنده طموح، عنده قلب، تنجم تكمل معاه. اما انسان فاشل ما عندك ما توصل معاه. فما 2% انا في تونس مثلا، فما 2% من النوعيه نتاعك انت، وفما اثنين. علاش 2%؟ فما 2% عايش اختي انا كل يوم راني احكي. اغلب بنات تونس يحبوا، اغلب بنات تونس يحبوا يرتبطوا ويحبوا يعرسوا ويحبوا يتهناوا. بار كونتر الرجال توا يحب يعرف 17 من بعد ياخذ اللي عندها الفلوس ولا اللي عندها الاوراق ولا اللي عندها خدمه باش تعاونوا على هم المستقبل ولا بلا بلا بلا. نعرف 17 في النهار ونحب نحسي وحده بركه باش نطلع منهم بنيه نقلبها بها ورجله، والله الا نلقاه. نحن خاطر ما عادش برشا برجوليه رجال في تونس، خاطر والله العظيم نحكي لك انا راجل ونعرف الرجال فهمني. كعبات قاعدوا المترسمين يخدموا في الادارات، كعبات يخدموا في الحاك، كعبات فهمني يخدموا في السبيطار، معناتها ولك وك شيء، خاطر العباد الكل كل يوم راهي قاعده خارجه وتظهر تفرش في الحرقه وتتفرش في كل شيء فهمتني. هي كم لحقتهم ما به زعما علاش؟ ما تسالش راجل تونسي ويقول لك راه فهمني مشيت تبولت على بنيه ولا بزنست بنيه ولا عرفت بنيه وراي حقرتني. باه اوكي، تعرف علاش العرس مثلا سامحني لهنا في العرس في تونس يتكلف لك يا سيدي ملين زرقا، من بعد عامين ولا 6 شهور تلقى روحك في المحكمه، الناس كل وهقت من العرس. ليش تقعد في المحكمه من بنات تونس؟ من بنات تونس مش من رجالها زاده؟ ليه ناحيه شنو مشكلتك مع البنات؟ خاطر ناحيه 30%. اغلب اللي قايمين بالرسمي والله عنده حق. سامحني سامحني سامحني، اغلب اللي قايمين قضايا طلاق هما الرجال راه. ليش؟ هكاك هذا فعل الله اكبر مشى طلقها، ما هو من فما ديفو ولا هي ديفو من طحلة. سامحني انت تروحي راجل فيها هي، فيها هي بتبيع بس فيها هي بتبيع والله ما عدوت المرأة كل المرأة. ليش كلمة هذه كلمة الحق على خاطر تعرف الراجل التونسي فاش قاعد يعاني.
ملي مزيان من رجال التوانسه فهمت كيف؟ ما احنا علاش باش يضربها كي هو يلقاها مرايته قاعده في الدار مطيبت له فطوره لا هي بيه تستنى فيه ما فما بنات سامحني انت معناها ضد المراه تخرج تخدم؟ لا مش على الخدمه ساعات تجي راجل يجي لدار اصلا الراجل التونسي توا زويلي ولا لابس عليه ما ينجم ما يقدرش وحده بركه يخدم لازم الزوز يخدموا باش ينجموا يوفروا كل شيء الدنيا صعبت نحكي لك على فما بنات فئة من البنات يجي راجلها لدارهم ينقاها مسخة سامحني في الكلمة ماهيش منظمة دارها راقدة فطورها مش طيب وتجي وتكش وتنش وزعمة تدلل ما هادش ايه صحيت صحيت هذاك شنو حبيت نوصل بالطبيعة هو باش يحكي ماليش نحكيو على الحكاية ذي راه نحكي لك انا قضايا تليق هي قالت لك قضايا تليق هي عطيتك سبب من سبب قضايا خليك تروح يلقى دارهم فهمني مسخة يلقاها يلقاها فهمني مامور تعب يلقاها كذا انا عندي شكون معناها نعرفوا هكاك طلقوا على الحكايه هذيك الراجل التونسي يحبها تخدم ويحبها اللي هي بروحها كيما الفنانات اللبنانيات ويحب يروح للدار يلقى فطوره طايب وداره منظمه علاش سامحني هي خدمتها لهنا شنو هي بالضبط؟ أنا عادي نعرف شكون انا من بعد سامحني يمشي يكونها مع واحده اصغر منها وازين منها وفقدت اللي هو الله غالب ما عادش مرتاح معاك اختي الغالي خليني نسالك حاجه عندي اصحابي تبيع في الزطله عندي اصحابي تبيع في الواحد كل مشي الدار مشي الصلاة نحكي لك راه يصلي من خرب من يمشي يجيب الفلوس ما لقاش خدمة يمشي العبد ما يخد يعرفوه العبد هذاك راه مش فلاح هذا شنو مش نورمال ها خذيتهم من الاول بطال خذيتهم من الاول بطال اما ربي نبي عليه ولا يبيع في الزطل اما يصلي الاثنين يستاهلوا في زوز على خاطر بينين حياتهم اساسا وهما مش عندهمش الباز بس يمين خلي انا نمشي نبيع الزطلة ومشي نلم الفلوس نمشي للحبس نصرف عليه الغادي ومن قلي هاكا جاو نبيعهم يعيشوا اش قولك بالكوب باهي شنو نسالك سؤال عندي ساعه نحب نساله لك فهمتني تعرفي البنات اللي لاباس عليهم كيفاش يعيشوا نسبيا باهي والبنات الزوابله تعرفيهم كيفاش يعيشوا كذلك واللي يحبوا يخرجوا من قشرتهم اكل تاخذ كالسون ب 3000 تبدا باش فهمتني وتوب لهنا فهمتني باش وتبدا ماشيه جايه في الكياس الدور فهمتني والمكياج ما تحكيش فما نظريه البنات كي تلبس كومكوا حاجه معناتها يمشي في بالهم اللي كي باش تلبس حاجه هي حقها 2000 باش تدبر واحد يصرف عليها مليون في النهار شفت اللي حملوا سلو وانا فما اما سامحني وين تحط ساقيك ما عندكش حق وهي تلقاها سامحني وهي تلقاها مسكينه يحبها تلقى البنيه 10 مرجال سامحني في كلمه أكيد. قلتها اكيد وليا وهي ليه سامح والمراه اصلا ما تبقاش ما تقلش كلمه المراه 10 برجال لحظه عايش بنتي قال لك هو 3000 تلقاها هي محترمه خي من عندي وحده بما فضل الله بعضهم على بعض قوامه سامحني انه يصرف عليها ويدللها في بالك القوامه انه يذلها ما عندوش ايش يعمل تخدم على راسها تخدم ملي ما تخدمش كي تستحق تخدم بسمعتها. اكيد سنه راجل يعطيها حق قهوه ولا دود سنه راجل يشيلها هزه تشب قهوه ثيق على ثيق سلم وتريح على المرأة مش كل مرأة المرأة يلزمها تعتمد على روحها يلزمها تعتمد على روحها مش كل شيء طفلة راهو مش كل شيء معناها الراجل عنده باش يدلك باش يوكلك زاد امشي حقق طموحك لازمك تحقق روحك قبل ما تجي راجل يحقق طموحك أقوة الرجال أكيد مستحيل تلقى بنية دور لابد عندها اخواتها رجال أكيد عندها العائلة نتاعها أكيد امبوسيبل تعملها البنية سلم وتريحها مش مثل من انا تاو ندور ونستنى خويا يعطيني حق قهوه نخدم في الديار ونجيبها انا مش كل بنيه راه احترام البنات واحد ينطر في التليفون علاء الدين هو معناتها رديني المصباح السحري اكيد ليه المراه لازم تعتمد على روح كنا وليه كنا وليه نحكي على المدينين مش متدينين نحكي لك انت يحتمل تلقى خن عند المدينين اكثر من تلقى تلقاني انا نحترم مزايا اكثر من واحد من دينين معلش يعني بي انا انت تاخذ واحده معادي حبسه اي نورمال سا ديبون بدل حياته بدل حياته ما قلقنيش